اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد عادل. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي كابتن مصطفى، اخبارك ايه؟ ربنا يخليك، كله تمام كويس الحمد لله، زي الفل الحمد لله. خليني ابدا معاك على طول. اولا قبل بس ما نتكلم عن مباراه الاهلي والزمالك، خليني ابدا معاك عن او رايك في مباراه الاهلي والترجي والرجاء. مش الترجي، الرجاء. لا لسه الترجي بعدين. لا، دايما دايما النادي الاهلي في المواقف الصعبه او عند النهائيات او ما قبل النهائيات، لعيبه النادي الاهلي بجهازه الفني بيبقوا عند حسن الظن طبعا. ده اللي معودنا عليه النادي الاهلي دايما، وهو فرحه الجماهير او الحاجه اللي بتفرح جماهير النادي الاهلي، اللي المفروض بيلاقوها بعد المسانده الكبيره من جماهير النادي الاهلي لما يكون بكم الاعداد دوت وبيساندوا الفرقه. دي ابسط حاجه لجماهير النادي الاهلي، أيوة. ان لعيبه الاهلي تعملها، ان هم يفرحوهم او يعني يبقوا في خطوه للامام لتحقيق البطوله. اكيد يعني بقى من الناحيه الفنيه، شفت ان المباراه البعض جاي مثلا يقول لك ايه على كولر ان انت ما هاجمتش كتير في هذه المباراه، رايك؟ اكيد لازم الراجل بيلعب بتحفظ، وخصوصا الطريقه اللي بيلعب بيها مستر كولر، ان انا بشوف ان هو بقت لعيبه النادي الاهلي متمرسه عليها بشكل كبير جدا، وهي طريقه 4-3-3، مع ان دي مش الطريقه المعتاده اللي مستر كولر بدا بيها الموسم. المهمه مع النادي الاهلي. كان بيلعب 4-2-3-1، لكن مع بعض المهام اللي بياخدها اللعيبه داخل الملعب، وانا بشوف ان من اهمهم في طريقه اللعب دي هو حمدي فتحي، وما بيعمل الزياده العدديه من نص الملعب وبيقدر يكمل وبيضيف لخط هجوم النادي الاهلي، بيبقى اضافه حتى في خط الهجوم، ويعمل ارتداد سريع في نص الملعب، يضم مع اليو مثلا، اليو ديانج او مروان عطيه، واللي انا بشوف برده من اهم الصفقات وثبات مستواه على مدار كل المباريات، سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي. لا فعلا اضافه لخط وسط النادي الاهلي، لكن تثبيت طريقه اللعب دي اهم حاجه اللي كان معتمد عليها مستر كولر. وحتى في التنظيم الدفاعي انا بشوف ان اثنين من اهم السرد باكات في افريقيا في قلب الدفاع النادي الاهلي، وده اللي منجح طريقه الراجل، هو ياسر ابراهيم وعبد المنعم، وربنا يشفيه طبعا رامي ربيعه ويرجع احسن من الاول، او مع وجود متولي لما الراجل بيستعين بيه. فحته التنظيم الدفاعي وتقارب الخطوط هو ده اللي بيدي افضليه للنادي الاهلي، مع الحته الهجوميه، وان مفاتيح لعب النادي الاهلي دايما في تفوق، واهمهم طبعا حسين الشحات مع كهربا مع بيرسي تاو. دايما بتكلم على مفاتيح لعب النادي الاهلي، لما تبقى في حالتها هتشوف النادي الاهلي في احسن حاله. لا، لعبت مثل هذه المباريات كتير، بتشوف مباريات شمال افريقيا تحديدا، وتحديدا مباريات الفرق في المغرب او في تونس او حتى في الجزائر، الحقيقه طبعا كلها اعتقد بتبقى مباريات صعبه جدا. اكيد ده بيرجع، حتى لو نبعد عن المستوى الفني، وعن مستوى الضغط العصبي اللي بيبقى على اللعيبه، او الضغط اللي بيبقى من جماهير الخصم المنافس زي ما حضرتك قلت في الدول دي، اكيد ده يبقى وضع طبيعي بالنسبه للاعيب النادي الاهلي، وانه يتحمل الضغوط، ودي من اهمها. يعني كل الناس بتبقى متخوفه، مثلا واحنا طالعين نلعب الرجاء بره، طالعين نلعب الترجي بره، طالعين نلعب الوداد بره، اول حاجه الجمهور، الجمهور صحيح. والضغط، لكن طبيعي ان انت كلاعب النادي الاهلي تبقى متمرس على الموضوع ده بشكل كبير جدا، وده اللي حتى فارق مع لعيبه النادي الاهلي، ان هو بيتحملوا الضغوط تحت اي حتى تجمع جماهيري او لو في قاعده جماهيريه بشكل كبير جدا. لا، اللعيبه دلوقتي بقت متمرسه بشكل كبير جدا، عندهم خبرات كبيره جدا سواء على المستوى الفني او على مستوى الضغط الجماهيري عليهم. لا، ده بيبان، وبان حتى في مباراه الرجاء الاخيره، اللعيبه كانت بتلعب بكل اريحيه، مفيش ضغط عليهم جماهيري ولا اي حاجه. فاعتقد اللعيبه بقت متمرسه بشكل كبير جدا في الموضوع. اعتقد الترجي نفس الشكل، او نفس يعني انت بتلعب الترجي او بتلعب الرجاء، ها؟ الرجاء فريق كبير جدا وفي افريقيا وكل حاجه، ولكن وانت بتلعب الرجاء او بتلعب الترجي هتلاقي نفس الشكل، نفس المشهد الجماهيري، نفس المشهد حتى في طريقه اللعب. اكيد نفس المشهد. لو هنتكلم على الحته الجماهيريه، ملعب رادس برضو ده بيسبب ضغوط اكيد على لعيبه النادي، يعني الملعب والجماهير ده. يمكن احنا مع الجيل بتاعنا لعبنا كتير جدا الترجي في تونس، كانت ممكن يسبب، كانت ما قبل هذا الجيل كانت عقده، او بيتقال ان هي عقده، لكن في الجيل لكن بتاعنا بعد مننا احنا الحمد لله، يعني احنا حققنا بطولات كتير جدا، كنت حتى كل نهاية قبل نهايه او نهايه بنلعب الترجي، والحمد لله بنحقق مكسب، او في المجموعه حتى، او في المجموعات برضو بنلعب الترجي، لكن الحمد لله كانت الافضليه دايما لينا. صحيح. فدي حاجة تطمن، حتى الجيل الحالي حقق مكاسب كتير جدا، وخصوصا لما تحقق 9 و10 كان هي افريقيا وانت حامل اللقب، دي بتديك ثقة كبيرة جدا على مستوى افريقيا. يعني بيتقال ان الترجي قدر يكسب الزمالك هنا في مصر، يعني
لا، مع النادي الاهلي موضوع مختلف. اوكي. يعني مع النادي الاهلي مختلف، سواء على حتى السكواد النادي الاهلي او على طريقه لعب النادي الاهلي او على مقومات اوضه لبس النادي الاهلي. انا بشوف ان هي دي اللي بتدي الافضليه دايما، نعم. اوضه لبس النادي الاهلي مع السكواد كله بالكامل. حتى لما بتشوف كابتن اسلام ان في غيابات، في اصابات، ربنا رجعهم بالسلامه، سواء كريم فؤاد او اكرم توفيق، لكن في بعض اللعيبه بتبقى على قد المسؤوليه وما بتحسش ان في لعيبه غايبه. دي صحيح. بترجع لطريقه لعب الراجل والطموح والهدف اللي بقى داخل كل لعيب داخل الفرقه، وان هو يتحمل مسؤوليه تيشيرت النادي الاهلي. فدي دايما اللي اكيد بتديك الافضليه دايما. من وجهة نظرك، هل هتفرق تأهل النادي الأهلي إلى الدور قبل النهائي قبل مباراة السوبر؟ من الناحية النفسية اكيد يعني. اكيد هيفرق بشكل كبير جدا. لكن لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، ودايما اللي بتكلم عليه دايما اللي ليه دور كبير اكبر في حته اوضه لبس النادي الاهلي، هو كابتن سيد عبد الحفيظ. ان هو بيقدر يفصل البطولات كويس، بيقدر يفصل الحاله اللي بيبقى عليها اللعيبه، سواء ان هو بيطلع من بطوله او سواء كاس سوبر او داخل على بطوله افريقيا او بيلعب في بطوله الدوري. لا، الحاله اللي بتبقى داخل الفرقه، ان الفرقه بتبقى قافله عن نفسها بشكل جيد، بتاخد زي ما بنقول ستيب باي ستيب كده، خطوه بخطوه، بيفصل كل بطوله لوحدها. فده يطمننا احنا كمحبين النادي الاهلي اكيد. انا قلت معلومه خاطئه، ان انا قلت الزمالك او الترجي كسب الزمالك هنا في مصر، ولكن هو الزمالك اللي كسب الترجي 3-1. انا غير متابع جيد لمباريات الزمالك، وبالتالي ما باخدش بالي قوي من مثل هذه المباريات. لا دي حقيقه ما بتحكي والله. فلكن الزمالك قالوا لي يعني ان الزمالك كسب الترجي 3-1 هنا، واتغلب منه في تونس. مظبوط؟ طيب. فمظبوط؟ طيب. اتغلب 2-0 في تونس. الزمالك اتغلبت 2-0 في تونس، عشان بس تمام. في ناس بتبقى قاعده حتى الحاجات اللي انت ما يعني تاخدش بالك منها قوي. طيب نرجع مره تانية، اذا من الناحيه النفسيه النادي الاهلي مؤهل ان هو يلعب هذه المباراه، مباراه السوبر يعني، بشكل جيد. انا بشوف ان هي نفسيا وبدنيا وفنيا، انا بشوف ان النادي الاهلي في احسن حالاته فنيا، احسن أوكي. حالاته بدنيا. مفيش شويه ارهاق يا احمد؟ يعني مثلا اذا المباراه اتلعبت يوم الجمعه القادم، هيبقى النادي الاهلي لعب مباراه قبلها باسبوع، نادي الزمالك هيبقى بقاله تقريبا 10 15 يوم او 12 يوم 13 يوم مريح، هل ده هيفرق؟ هو اكيد هيفرق، وخصوصا ده اللي احنا متعودين عليه في النادي الاهلي دايما. انت ممكن تقعد سنتين كل 4 ايام مباراه، يعني كل سنتين موسمين، لكن هتلاقي فرق مثلا الزمالك، الفرق الثانيه اللي بتشارك في افريقيا، بيراميدز، بتطلع بدري، بتطلع بدري، وبيبقى فيه خسارات وما بتتاهلش. لكن هنا فبتستريح، بتاخد راحه كافيه. لكن النادي الاهلي دايما، وده اللي بنتكلم عليه دايما، ان انت مهم في لعيبه النادي الاهلي ان انت تقفل صفحاتك كويس، ان انت بعد 4 ايام يا عندك بطوله مهمه يا عندك مباراه مهمه. فده اللي لازم يركز فيه لعيبه النادي الاهلي، مع ان الراجل بيشتغل على عامل الريكفري كويس. ودي انا بشوف ان هي من اهم النقط اللي لازم الراجل يركز معاها، حته ان هو يعمل ريكفري كويس، او الاستشفاء بتاعه اللعيبه، ان لان في مباراه كمان 4 ايام او 5 ايام تبقى مهمه. فاكيد الراجل منظم الموضوع ده كويس اكيد. الحقيقه شفنا الكاف اختار محمد هاني وحمدي فتحي الحقيقه في قائمة اللاعبين الأفضل أو في الـ11 الأفضل في هذه المباراة أو في هذا الدور في البطولة دوري أبطال أفريقيا. أعتقد أنهم يستحق الاثنين، سواء محمد هاني أو حمدي فتحي. أنا بشوف أن محمد هاني كان أفضل لاعب، وجهة نظري يعني الشخصية، أن محمد هاني كان أفضل لاعب في مباراة الأهلي والرجاء. أكيد يا كابتن إسلام، ده بيديك مؤشر حتة الاستمرارية. يعني يمكن هاني ما خدهاش من مباراة أو مباراتين، وده اللي كنا بنتكلم عليه دايماً. يمكن كنا ممكن في بعض الانتقادات لهاني شويه بعض الفترات، ان المستوى متذبذب، لكن ثبات هاني على المستوى، سواء على مستوى محلي او على مستوى افريقيا، استمراره في اللعب دائم، مستواه عالي بشكل كبير جدا، بقى ثابت عند ليفل معين ما بينزلش عنه. فهو ده اللي بيديله الافضليه دايما. ويمكن لما اتكلمنا في اول حلقه على حمدي فتحي ومدى تاثيره مع النادي الاهلي، ومدى تاثيره حتى مع طريقه اللعب النادي الاهلي، لا الاثنين فعلا يستحقوا. زائد لازم ندي برضو لياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم في المواقف الصعبه ممكن يبقى غايب مبارتين ثلاثه، بس لما بيرجع بيبقى قد المسؤوليه. صحيح. وببارك له على ده، وان شاء الله يرجع بالسلامه بعد الاصابه اللي كانت في اخر المباراه. ان شاء الله بسيطه. ان شاء الله بسيطه. لكن انا بشوف المستوى النادي الاهلي ككل، لا في احسن حالاتهم، مع طبعا زي ما قلت لحضرتك، حتى مفاتيح اللعب لما بتبقى فايقه في النادي الاهلي بيفرق مع الاداء بشكل كامل، وكان من اهمهم طبعا علي معلول. فربنا يبعد عنهم الاصابات، لا الاداء ماشي بشكل جيد، ويستحقوها اكيد هاني وحمدي طبعا.
محمد هاني عامل مباريات جيده جدا، وحمدي فتحي نفس الكلام. خلينا نروح لمارسيل كولر وكيفيه قيادته لمثل هذه المباريات. اكيد انا بشوف انها بيقودها بذكاء شديد جدا، مش عايز نقول بتخوف، لكن بحرص شديد جدا، بتقارب الخطوط. يمكن ممكن بيبقى صعب عليك انت كمدير فني ان انت بتغير في وسط الموسم كطريقه لعب، ومع زي ما قلنا مع ضغط المباريات، لكن انا بشوف ان اللعيبه مساعده بشكل كبير جدا، يعني مساعده بشكل كبير جدا بامكانياتهم الفنيه والبدنيه واستيعابهم حتى كمان للشغل. عشان كده الراجل ناجح في الطريقه اللي انا بشوف ان هي جديده، مع زي ما اقول تحرر بعض الشيء لاداء حمدي فتحي من نص الملعب، وبيدي افضليه وبيدي نزعه هجوميه مع التكمله العدديه اللي بيعملها على المرمى. لكن انا بشوف ان الراجل يعني قدر يستغل مفاتيح اللعب اللي عنده بشكل جيد، وبيقدر يعني من مباراه لمباراه بيقدر يفصل يعني بيفصل من مباراه لمباراه، ودي ما يميز الراجل، انه بيقرا الفرق اللي امامه بشكل جيد، ودي اكيد اللي بتفرق معاه في المباريات اكيد. طيب خلينا بقى نروح لمباراه الاهلي والزمالك في السوبر المحلي ان شاء الله يوم الجمعه القادم. انت برضو لعبت مباريات كثيره الاهلي وزمالك، ولعبت سوبر اعتقد اهلي وزمالك ولا لا؟ لعبت اسماعيلي اهلي وزمالك، لعبنا 4-3 لكن ماشي، لعبنا اهلي وزمالك كتير، لكن كيف تنظر لهذه المباراه خصوصا في ظل هذه الاجواء المشحونه واللي احنا شايفينها؟ وده يقول لك ده مشي وده مش ونادي الزمالك اعتذر عن البطوله ومش، يعني خلينا نتكلم ان احنا اهلي وزمالك يوم الجمعه اللي جاي. انا بشوف ان الاستقرار اللي فيه النادي الاهلي سواء فنيا سواء ان هو قافل على نفسه بشكل جيد، انا بشوف ان حاله اللغط دي مش هتاثر على النادي الاهلي، بل بالعكس هتاثر على نادي الزمالك. دايما انا بتكلم على الاستقرار الاداري، هو ده اللي منجح النادي الاهلي او منجح منظومه النادي الاهلي، او ان قافلين على نفسهم حتى لو في مشاكل بتبقى داخل النادي الاهلي ما بتبقاش بره. اكيد ده مفيش فرقه في الدنيا يا احمد ما فيهاش مشاكل، 1000000% في مشاكل. كيفيه ادارتك لمشاكلك، ادارتك لمشاكلك يا كابتن اسلام، ان مش انت كل حاجه يطلع اعمل وزع ما يميز وكمل. النادي الاهلي يمكن احنا واحنا عايشين داخل النادي الاهلي كان دايما مشاكلنا داخل اوضه اللبس داخل النادي، عمرها ما بتطلع بره. لكن انا بشوف ان الاستقرار الفني والاداري والبدني والمعنوي عند النادي الاهلي، وده اللي بيديله الافضليه دايما، ويمكن ملعب وشه حلو علينا اكيد ان شاء الله نحقق منه البطوله. الامارات مش عارف انا ليه دايما كالعاده دايما كالعاده كلنا الحمد لله مطمنين، يعني ان شاء الله ان البطوله تبقى من نصيب النادي الاهلي يا رب ان شاء الله، للحاله اللي عليها النادي الاهلي وحاله الاستقرار. اكيد دايما بشوف ان مثل هذه المباراه الاهلي والزمالك مهما كانت شكل الفرقتين، يعني لو الاهلي كان قوي جدا 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 والزمالك ضعيف جدا 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 50-50، لو الزمالك قوي جدا 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 والاهلي ضعيف جدا 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 50-50 برضه. طبعا هي بص يا كابتن اسلام، زي ما حضرتك بتقول مباراه اهلي وزمالك ملهاش توقعات، لكن ليها مؤشرات، يعني ليها مؤشرات ان انت بتبقى في حاله جيده فنيه، بتبقى قافل على نفسك بشكل جيد، اوضه لبس النادي الاهلي بتبقى مركزه بشكل كبير، اللعيبه الكبيره عليها دور كبير. أيوة. جدا داخل اوضه اللبس حتى في الاجتماعات. امتى بقى في التوقيت اليومين دول، ولا من ابتداء من الخميس مثلا اللي جاي قبل المباراه بيوم؟ هي بتبقى قبل المباراه بيوم اعتقد، يعني ان الحاله اللي بيبقى عليها التركيز حتى في التمرين، وده واضح على لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا ان هو خلاص قفل الصفحه الافريقيه وبيفكر في مباراه السوبر. مع ان اكيد بعض اللعيبه او من اهمهم طبعا اللعيبه الكبيره علي معلول والشناوي وكل اللعيبه الكبيره، مش عايز انسى حد السوليه، اكيد بيبقى في زي قاعده مع بعض ان اكيد بطوله مهمه تضاف لدولاب تاريخ النادي الاهلي، فاكيد اللعيبه عندها المسؤوليه دي. وانا بشوف ان اللي منجح النادي الاهلي طول الفتره اللي فاتت واللي هينجحه طول الفتره اللي جايه هو تكاتف اللعيبه مع بعض، اللعيبه الكبيره، وان عندهم اوضه لبس تساعدهم ان هم يحققوا بطوله اكيد. طيب برضو مدرسه سويسريه ومدرسه كولمبيه دلوقتي مع نادي الزمالك، المدرسة السويسرية مع النادي الأهلي والكولومبي مع نادي الزمالك. واحد بقاله 3 4 5 6 شهور والتاني لسه جاي ما بقالوش أسبوعين ثلاثة. خلينا نقول إن هي مش هتبقى مباراة سهلة على النادي الأهلي، لأن الراجل لسه جاي جديد، الراجل لعيبة هتدي أقصى ما عندها، حتى لو في لعيبة صغيرة، حتى لو في لعيبة جديدة.
اللعيبه هتدي اقصى ما عندها اكيد، عشان كده المباراه مش هتبقى سهله على النادي الاهلي، لان دايما يا كابتن اسلام انت عارف لما في مدرب جديد فكل اللعيبه عايز تثبت نفسها، حتى اللي لسه راجع من الاصابه، صحيح. حتى اللي كان بعيد يقول لك انا مثلا ما كنتش بلعب مع الراجل قبل كده، الراجل اللي مشي، انا في مدرب جديد اثبت نفسي. فاكيد هتلاقي برضو نادي الزمالك مجهز كويس للمباراه، يمكن زي ما اتكلمنا مباراه اهلي وزمالك ملهاش توقعات، لكن اكيد زي ما بكلم حضرتك مش هتبقى مباراه سهله على النادي الاهلي، لكن التفوق او الحاله اللي عليها النادي الاهلي دي اللي مطمنه كل جماهير النادي الاهلي، ان مفاتيح اللعب دايما لما بتكلم اكيد فايقه واكيد في حالتها، فده اللي هيفرق في اداء النادي الاهلي ان شاء الله يحقق البطوله باذن الله. شايف السيناريو هذه المباراه كيف يسير؟ انا اللي انا اتمناه وجهة او اللي انا نظرك بشوفه، يعني. اللي انا بتمناه يعني ان فرض اسلوب لعب من مستر كولر، ان هو يعمل ضغط عالي على فريق يعني شايف الزمالك. ان هو هيعمل ضغط عالي مش اعتقد هينتظر. لا مش هينتظر، هيعمل ضغط عالي، هيخنق اللعب، او هو هيدرس فريق الزمالك كويس لو هو بيحاول يطلع بالكوره من ورا. انا ما اعرفش طريقه اللعب الراجل الجديد هتبقى عامله ازاي. وكلنا ما هي دي النقطه، ما انا كنت ده السؤال اللي جاي، هو انا لما اجي هتفرج على نادي الزمالك، هو بقى له 3 ماتشات المدرب بتاع الزمالك بقى له 3 ماتشات صح او 4 ماتشات حاجه كده، ال4 ماتشات كل تقريبا او كل مباراه بتشكيل مختلف، وبالتالي انا كمدير فني منافس ليك حاجه ابص اتفرج عليك مش هعرف اجيب. هنا برضو بيبقى في رتوش معينه او رتوش معينه اللي هي شكل عام او يعني. شكل عام، ان الراجل يا بيحاول يطلع بالكوره يا بيلعب على الكونتر اتاك يا، فهنا انا كمستر كولر لو الراجل هيحاول يطلع بالكوره فلازم اخنق اللعب، اعمل ضغط عالي من قدام، وده اللي هيساعدني فيه زي ما بقول لحضرتك الثلاثه اللي في الخط الامامي مع الزياده من ورا من او الضغط العالي من حمدي فتحي او مروان عطيه، واللي بيتمركز دايما اليو ديانج، او لو سواء كان موجود السوليه معاهم في نص الملعب. فهنا اللي انا بتمناه من الراجل او السيناريو ان مستر كولر مهم جدا في المباراه دي، ان انت تنزل اول 10 دقائق تفرض اسلوب لعبك بشكل واضح، ده هيفرق معاك، ولو قدرت ان انت تحرز هدف في اول 10 دقائق او اول ربع ساعه اعتقد ان المباراه مش هيبقى فيها الضغط زي ما انت ماشي تعادل يعني. اكيد اوراق الربح لنادي الزمالك يعني، عشان انا اقدر اكسب نادي الزمالك اقفل على مين؟ مين نقاط الضعف اللي موجوده عنده؟ هو انا مش متابعهم بشكل جيد، برضو بس انا بشوف من اهم اللعيبه اللي في فريق نادي الزمالك هو سيف جعفر، يعني سيف سيف جعفر اللي هو بيلعب في نص الملعب بيقدر يعمل الزياده الهجوميه. زيزو برضو زيزو اعتقد لسه واحد من افضل اللاعبين في مصر من الفتره من الاخيره، افضل اللاعبين في مصر، زيزو اكيد هيفرق في المباراه دي بشكل كبير جدا، زي ما انا بتكلم دايما برضو كان رحيل امام عاشور عن نادي الزمالك هو خد منهم كتير، لكن في المباراه دي اعتقد زيزو اهمهم، زيزو وسيف فاروق سيف جعفر من اهم اللعيبه في نادي الزمالك اكيد. سيف الجزيري برضو بشوف ان له دور، كل الكرات العرضيه بيقدر يعمل فيها شغل، بيعافر لعيب كويس، هو لعيب كويس بس احمد فتوح ابو الفتوح ناحيه الشمال فتوح لعيب مهم، بس يا كابتن انت بتتكلم على فرويد ممكن كل ربع ساعه كل تلت ساعه يوصل له كورتين ثلاثه، ده برضو اكيد مفاتيح اللعب اللي عند نادي الزمالك ما بتقدرش تدعمه بشكل جيد كسيف الجزيري، ان هو يطلع اقصى ما عنده او يطلع احسن حاجه عنده، لكن زي ما بقول لحضرتك الزياده اللي بيعملها من تحت سيف جعفر او زيزو هي دي اللي بتفرق مع اداء نادي الزمالك. الى اي مدى سيكون لحراسه المرمى دور في هذه المباراه سواء اهلي او زمالك؟ اعتقد الشناوي لما بيجي عليه يعني مواقف صعبه او كرات صعبه بيقدر يتعامل معاها بشكل جيد، وده ما يميز الشناوي لان هو ما بياخدش الحارس الاول في مصر او كلمه ان الشناوي في حته تانية، اكيد بيبقى يعني كل فتره كبيره جدا بيبقى في خطا، وده وارد عند اي حارس مرمى، لكن على مستوى جميع المباريات الشناوي بيتحمل الضغوط بشكل كبير جدا، احتكاكه في المباريات الكبيره بيديله افضليه بشكل كبير جدا، عشان كده هو في المكانه دي، فاعتقد ان حراسه المرمى في النادي الاهلي مديها تقولها وما بتسببش ضغوط يعني حتى على الشناوي من طريقه لعب الفرقه، لكن الشناوي فعلا في المباريات دي بيبقى عند حسن الظن وبيقدر يبقى زي سد عالي للنادي الاهلي اكيد في ظهرهم. طيب هل تتوقع ان تصل المباراه الى ركلات الترجيح ولا لانه هنلعب
نص ساعه على الشوطين على ما اتذكر يعني. ممكن نوصل لكده، بس انا ما اتمناش يعني، ما اتمناش ان احنا نوصل لكده، لان لو لعبنا نص ساعه على شوطين ما اعتقدش ان احنا الحاله البدنيه مع ضغط المباريات، اتمنى ان هي تخلص في ال 90 دقيقه الاولى يعني، اتمنى ان هي تخلص في ال 90 دقيقه الاولى، لان ده هيبقى حمل بدني كبير على لعيبه النادي الاهلي. طيب هل تخشى على النادي الاهلي من الارهاق يعني من مباراه الاخرى من بطوله الاخرى، ولا الاسبوع انت شايفه وقت جيد؟ ممكن ده بيبقى ذكاء حتى من اللعيبه ومن طريقه لعب الراجل يعني، مهم جدا ان انت تبقى الكوره في رجلك دايما، انت اللي بتحكم في رتم اللعب، وده اللي مهم جدا على اللعيبه اللي داخل النادي الاهلي، واللي بتتحكم في رتم لعب النادي الاهلي، سواء عن طريق اليو ديانج او لما الكره بتوصل حتى لعلي معلول. يعني صعب جدا لما تلاقي كابتن اسلام ان بيتحكم في رتم اللعب وهو حد على طرف من اطراف الملعب، صحيح. لما بتوصل لعلي معلول هو بيقدر يتحكم في رتم اللعب كويس، وده بيفرق، ودي بتاعت اللعيبه، دي مش بتاعت مدير فني. مهم جدا انا باخد نفسي داخل الملعب، تبقى الكره في رجلي اطول وقت ممكن، ده اللي ما بيسببليش ارهاق، بيخلي الفرقه الثانيه هي اللي تجري ورا الكره دايما. فبعض اللعيبه الكبيره او اللعيبه الكبيره داخل الفرقه هيبقى عليها دور كبير جدا ان هي تتحكم في رتم اللعب وما تبذلش مجهود كبير، مع تقارب الخطوط وقفل المساحات ده اللي هيديك اريحيه بشكل كبير جدا. لا قدر الله الاهلي دخل في جون بدري، النادي الاهلي يقدر يعمل ايه علشان يرجع في المباراه؟ هنا دي ميزة أنا بشوفها ميزة. أيوة. مع النادي الأهلي إن... لا لا دي ميزة أكيد، وسؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا، إن دي ميزة عند النادي الأهلي إن هو ما بيفكش خطوطه، بيفضل ماشي على نفس وتيرة اللعب أو نفس سيستم اللعب، ما بيبقاش عايز يرجع للمباراة اللي هو أنا عايز أهاجم، لا بيهاجم بأريحية باتزان باتزان بتقارب خطوط بحرص شديد العكس جدا، بقى بالتحول حتى من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه عن طريق مفاتيح اللعب بتاعته بتبقى بشكل سريع. وكان انا بشوف ان من اهمهم كان حسين الشحات او بيرسي تاو بيقدروا يطلعوا عليهم كويس، بيأدوا بشكل جيد جدا بشكل جيد جدا، مع الزياده اللي بيعملها هاني وعلي معلول من على الاطراف، مع التكمله اللي بيعملها حمدي فتحي، دي اللي بتدي افضليه حتى لو دخل فيك انت كالنادي الاهلي هدف، ده ما بيأثرش حتى، ودي اللي احنا كنا بنتكلم فيها كابتن اسلام، تحمل الضغوط. أيوة. حتى لما بيجي فينا هدف حتى لو في حضور جماهيري ده ما بيفرقش مع هو انا بتكلم معاك في كل السيناريوهات، لان انت تقريبا عاصرت كل هذه السيناريوهات، دخل فينا جون بدري في ماتش 4-3 مثلا في الكاس وقدرنا نرجع، في ماتشات اخرى احنا جبنا جوان، العكس بقى يا احمد لو احنا اللي جبنا بدري، لو احنا اللي جبنا هتلاقي برضه كابتن في تقارب خطوط، طريقه اللعب نفس الطريقه يعني، نفس الطريقه، دي الميزه، دي الميزه اللي انت بدات بيها كلامك كولر، ان هي ما بيغيرش طريقه اللعب مع تغير السيناريو. ممكن يغير لاعب بلاعب لكن بيدي مهام هجوميه، وممكن حمدي فتحي ياخد مهام دفاعيه، تلاقي ثلاثه فلات في نص الملعب، حمدي ما بيهاجمش. هنا اعتقد لو النادي الاهلي بيحرز هدف ويحرز هدفين والراجل عايز يامن، ما بيعملش تغيير من بره، بيدي مهام لحمدي فتحي ان هو يعمل ثلاثه فلات في نص الملعب مع مروان عطيه اللي زي ما قلت ليه تفوق بشكل كبير جدا حتى في قطع الكرات في نص الملعب، ورؤيته حتى في الباص الامامي الهجومي، فده اللي بيدي الافضليه للنادي الاهلي، سواء ان انت دخل فيك هدف، سواء ان انت احرزت هدف، استراتيجيه اللعبه ما بتتغيرش، ما بقاش في تسرع من اللعيبه، مع هدوء من الراجل حتى في التغييرات، ما بيعملش تغييرات بدري خالص، الراجل بيغير بعد الدقيقه 70 وبيتغير تغييرات محدوده، قد يكون مثلا مش عايز يغير الخمس تغييرات، ممكن تغييرات محدوده كده ما بيغير في الثلث الامامي، لكن في التزام دفاعي مع بعض اللعيبه في الدفاع، مع بعض الدعم في نص الملعب ممكن بتغييره من بره او مهام دفاعيه من حمدي فتحي، فده دايما مديك الافضليه سواء على مستوى الدفاع او مستوى الهجوم. وجهه نظرك هيلعب فلات 4-3 فلات يعني، ولا هيلعب 4-2-3-1؟ نجد ان هو بيفاجئ النادي الزمالك مثلا، احنا بقى لنا فتره بنلعب 4-3-3، نجد ان هو بيلعب 4-2-3-1، يحط قفشه، يحط حسين الشحات في هذا المكان، بيرسيتاو، مش عارف. اعتقد ان الراجل مش هيغير السيناريو وهيدي مهام هجوميه لحمدي، يعني الحمدي فتحي هيدي له مهام هجوميه لو هيشارك من اول مباراه في نص الملعب، الراجل مش هيغير سواء اليو ديانج او مروان عطيه، مع الاطراف الملعب هاني وعلي معلول، والثبات زي ما قلنا في خط الدفاع عن طريق ياسر ابراهيم وعبد المنعم، والثلاثه الامامي بيرسي تاو وكهربا وحسين الشحات،
الراجل ما اعتقدش ان هو هيغير، لكن زي ما بقول لحضرتك كابتن اسلام ان هو هيدي مهام هجوميه لحمدي مع الزياده العدديه من على طرفين الملعب مع ارتكاز مروان واليو ديانج في نص الملعب. اعتقد دي من وجهه نظر ان الطريقه اللي الراجل هيلعب بيها ودي اللي بتدي له بيها الافضليه دايما. اكيد يعني خليني اقول لحضراتكم ان هناك اخبار عن اعتذار نادي الزمالك عن مباراه السوبر، ده اخبار كتيره جدا ومواقع كتيره جدا بتتكلم في هذا الامر، ولكن يعني النادي الاهلي ملوش علاقه بهذا الامر، النادي الاهلي مكمل في هذا الامر وملناش علاقه عن لاعب مين، عن لاعب الزمالك، عن لاعب غيره، لكن في النهايه هي مباراه للسوبر متواجد فيها بطل الكاس اللي هو النادي الاهلي. طيب مره اخرى احمد، دور الكباتن انت اتكلمت عنه، دور اللاعبين الكبار، طيب هل النجم وجوده في الملعب بيفرق؟ بمعنى ان انا مثلا محمد الشناوي بشوفه بيقعد يتكلم مع كل خط الدفاع الامامي، وده دوره بالمناسبه كحارس مرمى بعيدا عن ان هو كابتن الفريق، هل بعده مثلا عن محمد شريف او عن كهربا يخليه ما يقدرش يتكلم معاهم مثلا يعني، ولا انت تحب ان يكون واحد من اللاعبين اللي موجودين في وسط الملعب هو اللي يتكلم مع اللاعبين؟ بص يا كابتن، فاهم قصدي؟ انا فاهم طبعا، فاهم طبعا ان في قائد في وسط الملعب قريب للخط الامامي، دي حتى ما بين اللاعبين، دي كانت موجوده في حسام غالي، موجوده في حسني عبد ربه، موجوده محمد شوقي، موجوده في ده اللي بيفرق مع اللعيبه، ان انت بيبقى في صوت قريب من الخط الامامي او على جناب الملعب. لكن الشناوي بيقدر يوصل كده لبعض اللعيبه في نص الملعب، ودي انا بشوف ان هي من اهم ادوار السوليه، ان هو يبقى موجود في الملعب، هو بيقدر يقود المكان ده كويس، بيقدر يقود الناس اللي حوالين منه كويس. الشناوي قائد خلف خط الظهر مع وجود السوليه اللي انا بشوف ان هو مهم، اهميته الاكبر هو قياده نص الملعب على مستوى التنظيم، على مستوى التحكم حتى في رتم اللعب اللي احنا اتكلمنا فيه. فانا بشوف ان الشناوي حتى لو مش قادر يوصل المعلومه مثلا لشريف، لبيرسي تاو، لحسين الشحات، حد زي السوليه لو موجود هيوفر عليه ان هو ينقل المعلومه للتلت الامامي. لكن دايما الكلام الشناوي من الخلف وكقائد للفرقه. أيوة. خارج الملعب قبل داخل الملعب بيبقى فيه ترابط بشكل كبير جدا، وده حتى كابتن اسلام بيريح اللعيبه، يمكن الناس ما تعرفوش حته الكلام بيننا احنا كلاعيبه، في بيريح الناس في حاجات كتير، بيريحنا احنا حتى في طريقه اللعب، في هنطلع هنقف هنتحكم في هنمسك الكوره شويه، دي بتاعت اللعيبه الكبيره اللي داخل الملعب، مش محتاجه مدير فني. يعني احنا على ايامنا كابتن اسلام كان في بعض اللعيبه، وكان حضرتك كنت من اهمهم، مع كابتن عماد النحاس، مع شوقي في نص الملعب، مع التلت الامامي كان ممكن عماد يقول لك اقف عشان اقف ما نهاجمش، هي مش ماشيه معانا النهارده، خلاص فخلاص هنقفل كويس وخلاص. هنطلع بحرص شديد جدا، هنطلع بالمباراه، ممكن الحاجات دي بتفرق جامد جدا يا احمد، لانه طبعا البعض مش عارف، لكن بين اللعيبه وبينهم اعتقد الحاجه دي بتفرق جامد، علاقتهم يا كابتن ببعض. ممكن انت مثلا واحنا بنتكلم ممكن ما تقبلش منك الكلام، صحيح ممكن اشوف مثلا طريقه كلامك فيها تعنيف، او لكن احنا في حاجات قد يكون ممكن نشد بعض جامد جدا داخل الملعب، مش بتمنظر عليك، لكن انا بشدك للمصلحه العامه، انا في الاخر الفرقه هتكسب، كله هياخد مكافاه، ولما بنكسب ولما بيبقى شكلنا كويس بننزل اوضه اللبس بنحضن بعض حتى لو في بيننا ايه، صحيح صحيح. فهو ده اللي ما يميز اللعيبه الكبيره داخل الفرقه، ما يميز اللي هم في ترابط بشكل كبير جدا، ودي يا كابتن اسلام اللي بيبقى حريص عليها جدا خارج الملعب، علاقه اللعيبه ببعض، علاقه اللعيبه ببعض، قعدتهم مع بعض، خروجهم مع بعض، ده اللي بيدي الترابط اللي موجود. عشان كده على مستوى اجيال النادي الاهلي هتلاقي في استقرار، هتلاقي في ترابط بين اللعيبه، ترابط بين الاجيال، صحيح. وده اللي مدي افضليه، وده اللي بيدي النجاحات في الاخر. عشان كده بنقول مقومات البطوله هي مش موجوده في اي نادي، مع احترامي، على مستوى افريقيا زي النادي الاهلي، عشان كده هتلاقي بطولات كتير سواء على مستوى افريقيا او على مستوى محلي، عمر البطولات او الدولاب اللي مليان بطولات ده عمر ما هتلاقيه من فراغ، الا مجلس اداره بيسلم مجلس اداره باحترام شديد جدا، جهاز بيسلم جهاز باحترام، صحيح. شديد جدا، لعيبه جي اجيال بتسلم اجيال باحترام شديد جدا، والتواصل اللي بين الاجيال. عشان كده بنقول النادي الاهلي في حته تانية خالص. جمهور النادي الاهلي اللي متواجد في الامارات اعتقد ان هيكون له دور كبير جدا جدا ان شاء الله، ان شاء الله في فوز النادي الاهلي. دي حاجه مش جديده على حتى المصريين الموجودين هناك، او سواء على الاماراتيين الاهلاويه بيشجعوا النادي الاهلي بقاعده جماهيريه كبيره جدا، ويمكن على مدار اكتر من بطوله، ويمكن
بنسعد بيها جدا، وبنشكر طبعا شعب الامارات والناس المنظمين. دي حاجه مش جديده على شعب الامارات وعلى دوله الامارات ان هي تنظم حدث كبير شبه دوت. اكيد بلدين شقيق سواء مصر او الامارات، فبنشكر المسؤولين اكيد على التنظيم والجماهير والرقي الجماهيري اللي بنشوفه من النادي الاهلي والنظام والالتزام. ده بيدي شكل كويس وبيدي علاقات جيده بين الدولتين، فدي حاجه تحسب لجماهير النادي الاهلي سواء في مصر او الالتزام والنظام والالتزام. يمكن انت كجماهير النادي الاهلي انت اللي بتساعد الدوله لما بتخش 50,000 و60,000 وتطلع بنفس النظام ونفس الالتزام، بعكس بعض المشاغبات او الجماهير التانيه. ده بيديك افضليه، ده بيديك سيره كويسه، وده اللي معودنا عليه كل جماهير النادي الاهلي، ان هي دايما مسانده ودايما داعمه للنادي الاهلي، سواء زي ما بنقول في المر قبل الحلوه معاه. فاكيد دي حاجه مش جديده على جماهير النادي الاهلي، المسانده والدعم في المواقف الصعبه قبل المواقف الحلوه. اكيد الحقيقه دايما المباريات اللي بتبقى في الامارات اعتقد بيبقى يعني وش النادي عائليه. ده عائليه طبعا، لكن وش النادي يعني او بتبقى وشها حلو على النادي الاهلي دايما دايما دايما. واللعيبه بتبقى عند حسن الظن، اللعيبه بتبقى عند حسن الظن زي ما بقول لحضرتك، دايما اللعيبه بتسعد جماهيرها. بيحتفلوا معاهم بعد المباراه الحقيقه طبعًا، يعني بتبقى طبعًا حلوه جدا، ودي حاجه مطمنه، عشان كده بيبقى فيه حضور جماهيري كبير. يمكن حضور جماهيري كبير ده اللي بيدي الثقه كابتن اسلام. طول ما انت بتحرز البطوله، طول ما انت حاسين ان انت لاعب بتدخل النادي الاهلي، عندك المسؤوليه، عندك مقومات البطوله، تقدر تحرز لنا البطوله، اكيد هتلاقي الدعم ده كله من جماهير النادي الاهلي اللي بتمنى ان هم يبقوا يعني دايما هو اللاعب رقم واحد. جماهير النادي الاهلي اللي انا بتمناه ان شاء الله يكون داعم للنادي الاهلي بصفه دايمه، وان شاء الله اللعيبه تبقى عند حسن الظن وتقدر تسعد جماهيرها. اكيد اخيرا يا احمد، لو حبيت تقول كلمات بقى او رسائل للاعيبه النادي الاهلي وللجهاز الفني والجمهور. اكيد لعيبه النادي الاهلي احنا كلنا كمحبين النادي الاهلي عندنا فيكوا ثقه كبيره جدا. جماهيركم بتدعمكم بشكل كبير جدا سواء داخل مصر او خارج مصر. كلنا عندنا ثقه فيكم ان انتوا ان شاء الله تقدروا تزودوا بطولات النادي الاهلي كجيل حالي، فبتمنى لكم التوفيق. مهم جدا اللعيبه كلها تبقى مترابطه، مهم جدا الجهاز الفني يبقى قافل على نفسه على اللعيبه بشكل جيد، وزي ما اتكلمت مع حضرتك على دور الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي بيأديه على اكمل وجه. فهنا بنقول ان شاء الله البطوله هتضاف لتاريخ النادي الاهلي، وان شاء الله نبارك للعيبه. اتمنى ان جمهور النادي الاهلي يبقى داعم طول فتره المباراه من اول دقيقه، وده حاجه مش جديده يمكن باكد عليها، ولكن انا عارف وواثق ان جماهير النادي الاهلي هتفضل داعمه من اول دقيقه لحد اخر دقيقه للعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله نبارك لهم وان شاء الله نفرح جماهير النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا احمد على تواجدك معانا، شكرا جزيلا، شرفت ونورت. شكرا يا كابتن، ودايما ببقى سعيد وانا مع حضرتك. ربنا يخليك، انا بشكرك شكرا جزيلا. النجم احمد عادل. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل محمد جمال واحمد مجدي في ضيافه البيت الكبير.